أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم ترك العمل المعتاد عليه خوفا من المرض كإنفلونزا الخنازير كمن اعتاد أخذ عمرة في شهر رمضان؟ لا بأس بذلك إذا كان هناك مرض معدي تخاف أن يصيبك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يدخل البلد الذي فيه وباء ولا يخرج منه، إذا نزل المرض بالبلد فلا يخرج منه أحد لئلا ينشر العدوى، ولا أن تقدم على البلد الذي فيه مرض أخذا بالأسباب، وهذا من الوقاية. فلا بأس إذا تحقق أن هنا مرض في البلد، في العمرة، في الحج، تحقق أن هنا مرض يصيب في عدوى، فأنت لا تسافر، تترك العمرة وتترك الحج إلى وقت آخر، لا بأس بذلك، هذا من الوقاية. نعم.